بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الخامسة تدور حول الأنواع الأخرى من الأميبات غير الممرضة، ولكن يجب التمييز ما بينها وما بين الأنواع الممرضة اللي تحدثنا عنها في المحاضرات السابقة، خاصة الإنتاميبا هيستولوتيكا. من هذه الأنواع هو الأيودوموبيا بوتشيلي. هذا النوع هو غير ممرض، نان باثوجينيك، أميبا غير ممرضة، وهي ذات انتشار عالمي، ولكن انتشارها ليس بنفس الانتشار اللي تحدثنا عنه مع الانتاميبا هيستولوتيكا أو الانتاميبا كولاي أو نانا الانتاميبا نانا، ولكن مع ذلك دورة حياتها تتشابه تماما مع الانتاميبا هيستولوتيكا. المورفولوجي للسيست، السيست للايبوتشيلاي يتراوح ما بين 9 إلى 5 ميكرومتر، ولا تمتلك أي نوع من الأنوية في طور السيست الناضج. الكروماتيد بادي عادة أيضا يكون غير موجودة. المورفولوجي بالنسبة للتروف، التروف للآي بوتشيلاي يتراوح ما بين 8 إلى 20 ميكرومتر، وهذه عادة تكون نشطة جدا. والكروماتيد بودي عادة تشكل ما يشبه السلسلة حول الكاريوسوم، والسيتوبلازم يظهر على شكل حبيبات تحتوي على فجوات. هذه الفجوات تحتوي على شنو داخلها؟ على البكتيريا وبقايا الطعام. عادة ما يتم تشخيص المختبري لهذا النوع من الأميبات بالبحث عن السيست اللي موجود في العينات المصبوغة بصبغة الأيودين أو الفورمال إيثر بطريقة الكونسنتريشن ميثود أو التركيز. هذه التروف تكون صعبة، صعبة المشاهدة، ولكن على العكس يكون السيست هو الأكثر وضوحا. النوع الآخر غير الممرض الإندوليماكس نانا. الإندوليماكس نانا عادة ما يكون صغير وغير ممرض، نوع من الأميبا غير الممرضة، وذات انتشار عالمي، ودورة حياتها تشبه دورة حياة الإنتاميبا هيستولوتيكا. أيضا يصاب الناس حول العالم بهذا النوع من الأميبات أو الكائنات الحية. هي تعتبر أصغر أنواع الأميبات، the smaller amoeba. والتروفوزيت ستيج عادة تكون أصغر من الأيدوموبيا بوتشيلي، ولكن من ناحية التركيب تتشابه تماما. الباثوجينيك ما الباثوجينيستي مالتها تكون غير ممرضة، لا تسبب أي نوع من الأمراض، ولكن ممكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق ابتلاع المياه والأغذية الملوثة ببراز الأشخاص المصابين فيها. والمكان اللي تتواجد به هو عادة الأمعاء، ولا تظهر أي نوع من الأعراض على الأشخاص المصابين. والستول عادة ما يكون هو الكلينيكال سبيسمن اللي نبحث به عن التروف أو السيست. السيست عادة ما تكون ما بين 6 إلى 9 ميكرومتر، وممكن أن تكون سفيريكال بيضاوية،
من حيث الشكل، وتحتوي أو تضم أربعة بين بوينت نيوكلي، يعني تكون ذات طرف مدبب، نويات ذات طرف مدبب. الكروماتيد لا يمكن ملاحظتها بسهولة، أو ممكن نقول إحنا غير موجودة. والكلايكوجين عادة ما يكون ديفيوز أو مندمج. الإينانة يتراوح بالنسبة للتروف، يتراوح الحجم مالتها من 6 إلى 12 ميكرومتر. الموتاليتي مالتها الحركة عادة ما تكون سلقش، يعني تكون بطيئة، تشبه حركة القواقع، سلقش بطيئة. هذا أهم ما يميز هذا النوع. وذكرنا أنه اللابراتوري دايغنوزيس إلها عادة ما نبحث عن الكاركترستكسيس أو الأكياس المميزة بالعينات المصبوغة بصبغة الأيودين أو الفورمال إيثر كونسنتريت ميثود، أو باي ديتكتينج ذا كاركترستيك تروبوزويد إن ويت بريباريشن أور بيرمننت ستين بريباريشن. شكرا لإصغائكم.